النقطة اللي جات لنا وجي عليها كومنتس كتيرة وجي عليها رسائل، خليني اجاوبكم عليها. البنات اللي بيطلعوا معايا في بيوت منورة وهم لسه لم يبلغوا بعد وطالعة بشعرها، فيجي تعليقات بقى، ما انا مش عايزة الغلو، يعني انا مش عايزة الايه اللي عارفة اللي بيتنطع في الكلام لا لا لا، دولت لسه ما بلغوش. وبنات وان شاء الله نعمل لكم حلقة. بنت كانت معانا، كانت عامله معانا حلقه عن مش فاكره كان عن ايه، قبل العيد يعني، بقالها جايين داخلين على سنه اهو، وعملت معانا الحلقه ديت وهي ما كانتش لسه محجوزه، صغيره وبعدين تحجبت. فانا ان شاء الله هعمل بيها حلقه باذن الله تانية وهي لابسه الحجاب. لكن البنات الصغيره اللي لسه ما بلغوش، لا اصل لازم يطلعوا بناتنا يقولوا لا، ما طالما لسه ما بلغتش. احنا بنقول قبل البلوغ بسنه بست شهور، واحنا قبلها في اعداد فكري وايماني ودعوي وسلوكي وتربوي. نعمل معاهم ايه ونهيئهم ازاي ونحببهم ازاي؟ مش عايزين فرض ولا يبقى كذا، لا احنا عايزين بالتحبيب وبالحب. لكن اجي تقول لك لا اصل لما بنتي تقول لك، تقولي اهو اللي طالعين مع دكتوره هاله، لسه صغيره لسه صغيره، وديها الفرصه، اقول لها احنا قدامك مثلا لحد مثلا على الاقل 6 ابتدائي. في ناس بنات بيبلغوا من 5 ابتدائي، وهنا يعني حالات كثيره وشفتها موجود وانتوا عارفين الكلام ده. في بنات بتبلغ من 5 ابتدائي اللي هو سن 11 سنه، وفي سن 12 سنه بتكون بلغت، وفي اللي بعد كده في اعدادي. ايا كان انا قبليها بهيئ، لكن اللي قبل كده ولسه تقول لك انا عايزه استخدم الحله طالما لسه ما بلغش، اوكي بس احنا متفقين اتفاق ان ساعه لما تبلغي خلاص كله حجابك وجمالك والكلام ده. قصه يعني ان انا يعني انا بصوا خليني اكلم لكم يعني ايه، بس يا رب ما ازعلش حد. بصوا يا بنات ويا امهات، يا اللي بتسمعوا يا اللي بتحببوا بناتكم في الدين والالتزام والصلاه والحجاب، دلوقتي احنا مش عايزين التشدد في زمن فيه انفتاح غير عادي وغير طبيعي. وفي نفس الوقت احنا لا نخالف شرع ولا نخالف سنة ولا نخالف ما امر الله عز وجل به، احنا بنلتزم باللي ربنا قاله، بس في نفس الوقت بالاسلوب وبالطريقة اللي تحبب بناتنا في الفرض وفي الصلاة وفي العبادات. يعني انا هقول لكم على حاجة، كان في بنت من البنات انا ما شفتها، قلت يعني مامتها جايباها في وسط بنات، واحنا كنا بنعطي يعني غرس سلوك والكلام، غرس سلوك. فانا ما شفت البنت من المنظر كده، قلت ايه ربنا يسهل. فالبنت قالت لي انا عايزه اكلمك خالص لوحدك. قلت لها طيب بسرعه علشان بصي الجيش اللي واقف وراه كده. وهي بتتكلم معايا البنت اطيب مما تتخيلوا، اسهل في توصيل المعلومه وتوصيل الفكره الايمانيه من صاحبتها اللي احنا يعني اللي تشوفوهم من المنظر. فمش بالكلام ده خالص، مش بالكلام ده. انا اهم حاجه عندي انك انت تبقي باديه معاها الخطوات بالراحه وبالحب وبالطريقه الطيبه، لكن اغلو في الامر ولا وهو لازم كده وما ينفعش نشوف ايه، لا تلبس وتلبس اللي هي عايزاه طالما هي لسه ما بلغتش. لكن في اتفاق، احنا بنقول قبليها علشان يبقى في تعويض، لكن انت ما شاء الله قبليها اهوت على الاقل من سن 7 سنين لحد 10، وانت بتاهلي بالكلام ده البنت ولازم كذا وبره، هي بتشوف امها سمت فهي بتقلد الكلام ده. لكن ان انا اقول لا اصل البنات اللي طلعوا مع دكتوره هاله في بيوت منوره فمش محجبات فبناتي هيشوفوا، لا لا يا حبيبه قلب، بالراحه وبالراحه، وطالما ما بلغتش خلاص. لكن احنا بنقول بنعدها نفسيا، تمام كده. فانا مش عايزه الناس، لاني طبعا انا ببقى حريصه، انا عامله الحلقه بتاعه الاطفال دي بالذات وما برضاش اخد فيها اتصالات من زوجات او اسريه او الكلام ده، عشان حاجه واحده بس، نشجع اولادنا. شوفوا كميه الاولاد اللي بيقولوا اشارك معاكي يا طنط يا خالته هي اللي عامل مش عارفه ايه، تعالوا حبايبي تعالوا، واللي بتقول قران واللي بتقول ما اعرفش ايه، كل الكلام ده يعني احنا عاملينها لتشجيع اولادنا، وان اولادنا يبقى لهم منصه يتكلموا فيها ويبقى لهم منصه يعبروا عن نفسهم فيها. فما تجيش من فضلكم التعليقات السلبيه، لان يعني مش عايزه اعمل لحد حذف ولا ديليت ولا بلوكات، مش بتاعت الكلام ده انا فاهم، لكن اللي بيتطاول هنضطر للاسفين ان احنا نشيله، يعني لان المقطع بتاع البنت او الطفله اللي بتشارك معايا او الولد اللي بيشارك معايا بيبقوا حريصين جدا انهم يشوفوه الناس ايه وتعليقاتكم ايه، بيبقوا فرحانين. فده دعم ليهم سواء اللي بيتصلوا او اللي بيشاركوا معايا. فمن فضلكم نخلي الامر كله تربوي ايجابي، واديني فهمتكم احنا ابدا يعني طول ما احنا في جنب الشرع والفرض والسنه وكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه، عشان النهارده الجمعه،
واحنا في التمام خلاص كده. فالجزئية دي انا حبيت اوضحها علشان خاطر الناس اللي بيسألون.